السلام عليكم. طبعا حابب ارحب بالكابتن اسامه حسني وضيفه اليو. حابب اتكلم على اليو. طبعا اليو شخصيه محترمه وشخصيه جميله في الملعب وبره الملعب، طبعا اضافه كبيره لينا واضافه قويه ونفعنا في ماتشات كتير بصراحه. اليو من الشخصيات اللي ممكن تتكلم تضحك معاه في اي وقت عادي، بيتقبل اي حاجه وتاقلم مع الفرقه والاجواء بسرعه وبسهوله. بتمنى ان هو يفضل على المستوى ده ويكون يضيف اكتر واكتر للمكان. طبعا مش لوحده، كلنا مع بعض باذن الله ونعمل بطولات للنادي مع بعض. يا رب تبقى حلقه كده جميله ان شاء الله للجمهور ولنا كلنا وليك يا اليو ان شاء الله. تعليقك يا اليو على كلام كابتن ياسر ابراهيم. بايا كوم جو لافي دي توت ا لور، زي ما قلت قبل كده انا سعيد بشوف زمايلي بيعملوا معايا ايه. احنا بقينا اسره واحده واخوات ميم دو لوين، حتى من بعيد بيحاولوا يشاركوا معايا ويكونوا موجودين معايا. انا سعيد جدا ان هو بقى معايا لعيبه زي دي واحنا كلنا اسره واحده. ياسر شخص جيد جدا، حتى ما بيعرفش انجليزي، ما بيعرفش يتكلم معايا، لكن انا شايف انه شخص بيعشقني وبيحبني وبيكلمني مشاعر كويسه، ودي مشاعر متبادله. انا برضو في التمرين بشوفه بيتمرن ازاي، بيجي يتكلم معايا، بيحاول يتكلم معايا ويحمسني ويشجعني اثناء التمرين، وبحب اللي بيعمله معايا، وبكلمه كل احترام. شخص بيشتغل كويس جدا وبيحارب عشان يثبت نفسه في الفرقة، وشخصية رائعة، وبنشتغل مع بعض ونتمرن مع بعض وفي بيننا احترام متبادل. بيحاول وقت تاني يقول شكري ويعاكسني زي ما قلت، وعشان هو ما بيعرفش انجليزي فبيقعد يعاكسني بعض الكلمات. وشخص برضه فاجئني مره في بعد ماتش الزمالك في الاوتوبيس، الماتش ما لعبناش في الاوتوبيس، ركبنا الاوتوبيس بعد ماتش الزمالك، فاجئني بحاجه، لقيته جه يتكلم معايا وقرب مني وقال لي خد الانستجرام بتاعي وقعدنا نتواصل مع بعض. ده كان كويس من غير ما اطلب منه، لقيته جاي بيقرب مني وبيتكلم معايا واداني انستجرام قال لي نبقى اصدقاء. وده طبعا ده بتلخص حاجات كتير قوي. بكن له كل احترام محترم. احنا اسره واحده، احنا افراد اسره واحده، وانا سعيد جدا برسالتك. متشكر يا اسر. عايز اسمع منك